ظل ما شفني لا لا تفضل واشوف شرفك. هاي هاي كفين يداوم بها ممرض الخفر، وهاي البدله مالته، هاي البدله مالتي اللي بس طقت منها، وهاي بس طقت منها، وهذا التصنيع محلي، هاي التصنيع محلي يعني شنو معناها؟ وهاي البدله ما تصلح لا للفطريات ولا للالتهابات ولا للبكتيريا ولا للفيروسات اصلا. مال عمان مدري مال ايش اسمها. احنا خبر 12 ساعه 12 ساعه مشكورين دول العراقيين، مشكورين دار صحه وسام، وحمامات كفشين، حمامات ماكو، ويامن كرسي ماكو، حمام يعني مكان مال نومكم والاستراحه كل جمعة اخر واقف بجزمتك تظل الصبح واقف هاي البدله ما حصلها زين. الحمام ما تنسى طق منها وطق منها. الدبليو سي وي وي مشترك وي المريض، انا موجود انا وياهم منتسب، واحنا بالحميات وغرفه ما نوم ماكو، منتهي من عندها، وتجهيزات ماكو، وعندنا 40 مريض هسه حاليا.